أن الحجر الصحي كان عنده تأثير على الحياة ديالنا، على الصحة ديالنا، على النفسية كذلك. إحنا كأطباء العيون كنا مضطرين باش نتوقفوا عن العمل واحد المدة، ماشي كاع نتوقفوا، ولكن كنا مضطرين باش نشوفوا غير الحالات الضرورية والاستعجالية. حاولنا باش ما أمكن نساعدوا المرضى ديالنا ولا المرضى بصفة عامة، يعني عبر الهاتف ولا عبر التواصل، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، باش نحاولوا نساعدوهم ولا نحاولوا نوجههم إلى كان الخروج ديالهم ضروري من البيت، رجعوا للعمل يعني شبه طبيعية، ما غاديش نقولوا عليها طبيعية حيت مازال الفيروس متواجد. دونك أولها أخذ المواعيد، يعني ضروري ما الباسيون يعيط باش ياخذ الموعد باش ما يكونش عندنا مشكل ديال الاكتضاض. ثاني حاجة المرافقين إلا ما كانش ضروري، يعني من الأحسن المرافقين يبقاو خارج العيادة، من غير إلا كان شخص مسن ولا طفل صغير يجي مع الأب أو الأم ديالو، ماشي بجوج في قاعة الانتظار. حاولنا باش ننظموا الأمور بواحد الطريقة، يعني باش يكون هذاك التباعد، يعني مسافة الأمان على الأقل متر ما بين المريض والمريض. يعني الكمامة ضرورية ومؤكدة، حتى إلا كان المريض ما جاب لا كمامة حنا كنعطيو له الكمامة، خاص ضروري يحطها فوق الأنف ديالو. ذلك كنقوموا بتعقيم الآلات، مهم هذه واحد المسألة اللي حنايا متعودين عليها يعني دائما. فحاولنا باش الكرسي نديروا له واحد الغلاف كنبدلوه من بعد كل مريض، والتعقيم بيان سور في الآلات بعد كل مريض لي غون. الرسالة اللي بغيت نوجهها للمرضى، يعني هو أكيد أنه الحجر الصحي مجبورين باش نجلسوا في البيوت وما نخرجوش إلا للضرورة، ولكن يعني كاين بعض الحالات يعني كنطلبوا من يعني من الناس اللي شافوا في عينيهم واحد الحاجة اللي ماشي طبيعية، يعني شي واحد اللي تضرب في عينه ولا شي واحد اللي يعني نقصلو الشوف بواحد الطريقة مفاجئة ولا، يعني ما يترددش باش يمشي عند الطبيب باش ما يكونش من بعد يعني تأخر. الحمد لله برهنوا على واحد الوعي كبير بزاف، وما غنخرجوا إلا منتصرين على هذا الوباء إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التضامن والوعي والالتزام ديالنا جميعا. بسبب مرض كورونا او كوفيد 19 دونك توقفنا على العمل في العيادات ديالنا بصفه منتظمه، ولكن كنا كنتنقلوا باش نشوفوا الحالات المستعجله او الحالات الحرجه. اون باراليل كنا كنشوفوا المرضى بفضل واحد المنصه حطتها وزاره الصحه سميتها طبيب 24. دونك توفقنا في علاج او لا في التواصل مع تقريبا 3000 مريض. الحالات اللي كان ممكن نعالجوها عن بعد كنا كنعالجوها ولا كنا كنعطيوهم نصائح، اما الحالات اللي كان ضروري خاصها فحص سريري مباشر كنا كنوجهوهم لاقرب مصحة او لا الاقرب مستشفى في المدينة اللي راها فيها. من بعد شهرين ديال الحجر الصحي الصارم، من بعد ما تعلنت وجدة خالية من الأمراض المصابين بكوفيد 19، رجعنا نخدمه بصفة منتظمة مع الناس ميم سي كيسون با اورجون، ولكن بتدابير صحية صارمة. كنشوفوا الناس غير على موعد، يعني سو رونديفو باش تكون سال داتون خاويه، كنعطيهم لوغ اكزاكتومون باش كيجيو في الوقيته. وفي سال داتون ما خاصش يكون فيها بلوس دو 3 باسيون افيك لي كار، دونك بيناتهم يكون التباعد اللي بيناتهم واحد احترام المسافه ديال على الاقل 2 أو 3 متر. المريض فاش كيجي عندي ديجا كيجي بلو ماسك ديالو، حتى انا دونك حتى الطبيب كيكون بلو ماسك ولا avec la visière. Derrière entre مريض ومريض كيتعقم، حتى لي دغا كنبدلوهم، دونك كلشي كيكون في تحت دونك التدابير الوقائيه الصارمه. نتمنى من الله يرفع علينا هذه الجائحه، ونتمنى من الله نبقاو لا الجهه الشرقيه ولا المغرب كامل نوصلوا لصفر مصاب بمرض كورونا.